السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلونا دلوقتي نشوف ازاي نرسم السقف من خلال الكرتين. طيب خلينا مثلا ممكن نجي هنا على ليفل 2، ونخلي بالنا من حاجة هتحصل دلوقتي، ان هنا ده الحائط احنا عاملينه على ارتفاع 8 متر، مش عاملينه على ارتفاع ليفل 2، تمام؟ فهو اوتوماتيك لما انا هرسم الحاجة هو هيديني اختيار ان الحاجات دي تقف عند الروف، ولا احنا ممكن نعدل الروف لحد فوق. يعني انا لو رسمته كده هيبقى في نص الحيطه وهو هيبدا يظبطها. طيب فانا هقول له ان انا عايز ارسم روف. كل الاختيارات هنا نقدر نختارها، واحنا بنختار الحاجه نقدر نختارها انها كرتن. يعني هقول له روف، وبس اقول له بقى ما ترسمش بالاعداد بتاعت روف، ارسم بسلوب ديجلازنج، وممكن تلغي السلوب وممكن تخليه براحتك، ماشي؟ وممكن تدي ارتفاع للحاجه. يعني لو بصينا كده في الاليفيشن، ليفل 2 على ارتفاع كام؟ على ارتفاع 4 متر. يبقى لو انا عايز ارسم مظبوط، يبقى ممكن اقول له ان انا عايز الروف بتاعي على 4 متر من ليفل 2. طيب ممكن اقول له بسلوب او بغير سلوب، يعني دي حاجه ترجع لنا احنا، ماشي؟ طيب مش هنرسم بسلوب، فهقول له ان انا عايز ارسم. الافضل حاجه طبعا ان انا اقول له بيكول وادوس تاب عشان يختارهم كلهم مره واحده، رسمها لجوه، هقول له ارسمها لي لبره، واقول له اوكي. Would you like to attach the highlight wall to the roof? Okay, yes. تمام. طيب لو الاختيار اللي انا اخترته دوت كنت انا اصلا راسم في ليفل 2، هتبقى الحاجه بالشكل دوت، تمام؟ وكان هو يظبط الحتتين دول اللي احنا كنا شغالين عليه. طيب دلوقتي انا عايز ابدا ارسم مثلا التسميات بتاعتي، فممكن تيجي هنا وتقول له انا عايز ارسم بقى بالجريد ميلينيون، فنبدا نختار مثلا الريديس اهوت، وهنديله العدد الارقام اللي احنا عايزينها، ممكن المسافه مثلا متر ونص او فيكسد نمبر، فيبدأ يرسمولي. بس هو الجزء اللي احنا مختارينه 25 ريدس ده كتير، ممكن مثلا نختار حاجة بالشكل دوت. فيبدأ يرسمهم لي بالشكل دوت، ونقدر نختار بقى الماتيريال وهكذا. الكرتن بانل والجوين، طيب لو عايز اغير الماتيريال اللي هنا للزجاج دوت، فانا ممكن اختار واحده فيهم مثلا هيت، وهقول له اعمل لها امبين عشان اقدر اتحكم فيها، واقول له اديت تايب، وهلاقي هنا مثلا الجلاس الزجاج، فتقدر تختار نوع تاني من انواع الزجاج او تغير الخصائص بتاعت الزجاج. خلينا نشوف ايه انواع الزجاج اللي موجود عندنا. تمام، ده كلير زجاج، ده وهكذا. طيب ممكن نقول له احنا عايزين ندخل هنا في الابيرنس، وهقول له انا عايز اختار نوع تاني. مثلا دارك جراي. وتقدر تعدل في الريفليكشن، وتعدل في الشيت اوف جلاس زي ما انت عايز، وممكن تختار له لون تاني. يظهر معانا في الرياليستيك. طيب خلينا نيجي هنا وهقول له الجلاس اهوت، ممكن نختار نوع تاني من انواع الجلاسز، كلير جلاس، تلاقي الزجاجة اللي كانت موجود في الاول بالشكل دوت.